هي أشواط الفترة الصباحية وأشواط هذا اليوم لهذا السن الثنايا. وأول الأشواط ينطلق بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله دائما وأبدا نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. انطلق هذا الشوط الأول الرئيسي بمشاركة الواعية ونجوم ووضوح وغير الوكرة منصورة غزوة الورقة مدركة مذيار يزن وشواشة. 12 شوط عندنا اليوم و12 بكرة حاضرة ومتواجدة في هذا الشوط الأول الرئيسي مع المضمرين بريك بن عجيان المجدور ومحمد بن خالد العطية وسالم بن فاران وجابر بن سالم بن فاران. هذه التشكيلة الحاضرة من الأسماء والمتواجدة معنا في هذا الشوط الأول الرئيسي وأسماء من يقودونها في التضمير. نتمنى التوفيق للجميع. هذا هو أول أشواط الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في هذا الموسم الجديد، موسم 2017-2018. متمنين وسائلين المولى جل في علاه أن يجعله موسم خير على أبناء قطر وعلى ملاك الهجن في الوطن العربي الكبير. أيها الأعزاء، نتجه مباشرة لنتعرف على الخمسة المراكز الأولى. وقبل أن نتجه أرحب بجميع المشاهدين عبر قناة الريان الفضائية وشاشة قناة الريان الفضائية على الهواء مباشرة. أذكر السادة المتابعين بأن هذا النقل حي ومباشر على الهواء مباشرة من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول هنا وضوح من هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. تنخطف مقدمة الشوط من قبل يزن من تتسلل وتختطف المركز الأول. يزن من هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. تلاحق يزن هنا مدركة من هجن الشحانية أيضا مع جابر بن سالم بن فاران المضمر الشبل، يدفع باسمين قويين على صدارة هذا الشوط. المركز الثالث وضوح أيضا من هجن الشحانية برفقة وبقيادة وتسيير محمد بن خالد العطية. دور المركز الرابع ومن تتقدم غزوة من هجن الشحانية برفقة سالم بن فاران المري. تليها على المركز الخامس تقدم من قبل الورقة من هجن الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران. هذا هو نداءنا الأول مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى. أرحب بالمستمعين عبر أثير الراديو عبر موجتين أو عبر الموجتين إذاعة الهجر 88.6 هنا في ميدان الشحانية وضواحيه، والمستمعين عبر أثير قناة الريان الفضائية على 97.0. فمرحبا بالمستمعين والمشاهدين. عودتنا إلى مقدمة الشوط ومن تحتل وتسيطر على المركز الأول هنا يزن في هذا الشوط اللي وزنه ثقيل. يا مضمر وزن، شوط له وزنه ولا أهميته عند المتابعين وعند الجمهور وعند أيضا ملاك الهجن في كل مكان. هذه يزن على المركز الأول من هجن الشحانية، يتابعها المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران، بينما التسلل على المركز الثاني والتقدم من قبل مدركة من هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. أخذت تتقدم مدركة وتتسلل إلى المركز الثاني، بينما المركز الثالث الله يا جابر شواشة، وصلت شواشة في أول نداء مع منتصف الميدان أو بعده قليلا. هذه شواشة من هجن الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران. المركز الرابع وضوح من هجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية على المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس، الورقة من هجن الشحانية على المركز الخامس. هذه الورقة وناحت حمام الورقة. هذه الورقة على المركز الخامس مع جابر بن سالم بن فاران. تتسلل الورقة لتختطف المركز الرابع في هذه الأثناء. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء. وكيلو وين عن خط النهاية؟
كالخمسة كيلومترات راحت منها الثلاثة كيلومترات، يتبقى كيلوين لمعرفة بطلة شوط الثنايا المفتوح في صباح هذا اليوم في ميدان التحدي يا مضمرين. الله يا شواشة على المركز الأول، أو هنا يزن على المركز الأول، شواشة على المركز الثاني، يزن على المركز الأول بينما الورقة تتقدم إلى المركز الثاني، مع أيضا مع المضمر جابر بن سالم بن فاران يقدم الورقة، ويقدم أيضا يزن، اسميني قويين يا جابر، ركز فالتركيز مطلوب. أرى هنا شعارات سالم بن فاران ومحمد بن خالد العطية وبريك المجدور معك في هذا الشوط، ولكن هنا الانطلاق بدأ في هذه اللحظات، بدأ التحرك من الورقة ومن أيضا يزن، وانطلقت هناك مدركة على المركز الثالث. وضوح 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 وضوح، اللي تحب الوضوح وضح أمورك يا المشاغب وضح. هذه تتقدم إلى المركز الرابع والعصا قوس والانطلاق ذاتي. الله يا سلام، هجن الشحانية تنطلق وتنافس وتقدم هذا العرض الممتاز، هذا العرض الصباحي الجميل. تحية تحيي جماهيرها في كل مكان، محبينها في الوطن العربي الكبير، في دول الخليج، هنا في دولة قطر. الله، انطلقت مدركة، أدركت الفوز، أدركت الفوز مع الكيلومتر الأخير يا مضمرين، مع الكيلومتر الأخير مدركة تتقدم تتسلل. الشوط الأول الرئيسي، أقوى أشواط الثنايا، هل سيسجل باسم مدركة في صباح هذا اليوم، أم باسم يزن، أم باسم شواشة، أو مع وضوح اللي على المركز الرابع؟ ولكن مدركة أدركت الفوز، أدركت الفوز. شواشة تتحرك على صعيد المركز الثاني، قادمة شواشة على المركز الثاني، ولكن مدركة، مدركة بدون أي أوامر، دون أي تعليمات مع المركز الأول. الله، سلام يا سلام يا الشبل، سلام سلام يا الشبل، سلام على هذا العرض الجميل، على هذا التضمير المميز. تحركت مدركة، انطلقت مدركة لتقدم هذا العرض لمحبين هذا الشعار، لجماهير هذا الشعار. أول أشواط الثنايا، أقوى أشواط الثنايا، سجلوه، اعتمدوه باسم مدركة، قدمت هذا العرض الجميل وهذا العرض الممتاز. سلام يا الأدعم، سلام سلام يا هذا الشعار، سلام سلام لمحبين الأدعم، سلام. أشكرك يا جابر بن سالم بن فاران، وعلى هذا العرض الجميل، وعلى هذه الثلاثية أو الرباعية الجميلة، الرباعية. سعد الله صباحك يا شبل، صباحك ناموس، صباحك بداية موسم موفق إن شاء الله لك ولهذا الشعار، شعار الأدعم والشعار العنابي الغالي عند الجماهير. لحظات الوصول، مدركة على المركز الأول، تهانينا. وناموس من هجن الشحانية المركز الثاني، يزن من هجن الشحانية المركز الثالث، شواشة أيضا من هجن الشحانية، والورقة على المركز الرابع، وجميعها الأربع المراكز الأولى بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران. تهانينا. والناموس المركز الخامس، المركز الخامس وصلت وضوح من أجل الشحانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. وضوح قيادتها مع محمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس للجميع. وهذا هو ملخص شوطنا الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس للجميع. وهذه مدركة تصل إلى خط النهاية قاطعة المسافة 5 كيلومترات في 7 دقائق 56 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لجن الشحانية المركز الثاني، وصلت فيه يزن 7 دقائق 57 6 أجزاء من الثانية. أيضا التهاني والناموس لجن الشحانية المركز الثالث يا مخرجنا علي أبو شارب، مخرجنا العزيز، المركز الثالث وصلت فيه شواشة، قطعت المسافة في 7 دقائق 58 ثانية 7 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس أيضا لجن الشحانية، وتهانينا لمن قاد الثلاثة المراكز.